مساء الخير جميعا، نحييكم إلى بانوراما ونناقش فيها هذا المساء. وسط ترحيب دولي وإقليمي، وساطة أممية لدفع العملية السياسية في السودان، فهل تكسر حالة الجمود وتفتح نوافذ الحل بين المدنيين والعسكريين، أم أننا أمام مرحلة جديدة من المكايدات والمشاكسات السياسية؟ والكرة في ملعب من؟ مجلس السيادة أم القوى المدنية؟ كذلك بعد قليل تراشق ومشاكسات تستبق مباحثات أمريكية روسية لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية، فهل اتهامات الولايات المتحدة الأمريكية لروسيا بالسعي لإعادة حقبة الاتحاد السوفيتي ومخاوف أمنية روسية من خطط جر أوكرانيا للانضمام إلى الناتو، هل تنجح تلك المفاوضات في خفض مستوى التوتر بين القوتين العظمتين؟ وهل مخاوف واشنطن من الخطر الصيني قد يدفعها إلى استرضاء موسكو؟ والسؤال الشائك، هل يراهن بوتين على أن تؤدي المفاوضات الجارية إلى دقيس فين بين أمريكا وأوروبا؟ إذن الشارع السوداني يواصل الضغط في تظاهرات يومية حاشدة وسط تحرك أممي ودعم عربي ودولي لإنهاء الأزمة في البلاد. وفي إطار الحلول تحركت الأمم المتحدة من خلال إطلاق مشاورات أولية بين الأطراف السودانية من مدنيين وعسكريين لدعم المرحلة الانتقالية والتوافق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية. مبادرة أممية وجدت ترحيبا إقليميا ودوليا واسعا نيادة السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا وجامعات الدول العربية. بينما تبينت ردود الفعل في الداخل السوداني تجاه هذه المبادرة الأممية، بعض الأحزاب أبدت ترحيبا بالمبادرة واستعدادا للتعاون معها، فيما رفضت أحزاب أخرى وتجمعات مدنية فكرة مشاركة السلطة وطالبت بسلطة مدنية كاملة. أهم المجموعات الرافضة هي تجمع المدني المهنيين السودانيين الذي أعلن رفضه المبادرة الأممية، مؤكدا أن الحل هو انتزاع سلطة الشعب المدنية. رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس شدد على أن الأمم المتحدة لم تأتي بأي مشروع أو رؤية للحل ولن تتبنى مشروعا لأي جانب. فإنني أطلق هذه المشاورات في إطار تفويدي، تفويد باصة اليونيتمس المنصوص عليها في قرار 25-24 لمجلس الأمن، وهذا القرار يوفر لنا التفويد في إطار مساعينا الحميدة، يوفرنا التفويد بدور لدعم الانتقال السياسي نحو مستقبل سلمي وديمقراطي، وهذا اقتباس من 25-24. في المرحلة الأولية للمشاورات التي دعانا إليها ستتشاور باصة يونيتمس بشكل فردي مع الفاعلين السودانيين. إذا الأمور تمشي بشكل جيد فقد نصل إلى التوافق على بعض النقاط، فقد نصل إلى مرحلة نستطيع أن نقول هلا ننتقل إلى مرحلة ثانية، فالطاولة المستديرة التي حكى عنها رئيس مجلس الوزراء لما استقال، فالطاولة المستديرة موجودة، فإحنا يعني نسهل فقط فنيا مثلا. أؤكد أن الأمم المتحدة لن تأتي بأي مشروع أو مسودة أو رؤية للحل. نستضيف النقاش من الخرطوم نور الدين صلاح الدين، عضو المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير، أهلا بك. وكذلك من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة اليوم التالي طاهر ساتي، أهلا بكم ضيفي الكريمين إلى بانوراما لهذا المساء. واسمح لي أن أبدأ مع الأستاذ طاهر. في الواقع أستاذ طاهر،
خلينا نتفق أولا على أنه البعثة الأممية لم تتحدث عن مبادرة بشكل مبادرة ورقة تتضمن نقاط محددة. المبعوث الأممي اليوم يتحدث عن دعوة للتشاور، إلى أي مدى هذه الخطوة مهمة في هذا التوقيت؟ نعم، على غير المتوقع أن المبعوث الأممي تحدث عن مشاورات مع ما أسماه بأطراف الصراع، ولم يحدد حتى الأطراف، اللي هي كل الأطراف السودانية، كل القوى السياسية السودانية أم قوى الثورة والمكون العسكري، ولكن قال إنها أطراف مع الأطراف الأزمة وأطراف الصراع، وشهد أن هو لا يحمل أي أفكار أو مسودة أو أي مشروع، بل سيبدأ مرحلة المشاورات. في تقديري الوضع السياسي الراهن في السودان لا يحتمل الإطالة، كما تعلمين أن المواقف القوى السياسية متباينة للغاية في داخل المكونات المدنية وكذلك ما بين المكون العسكري والمكونات المدنية، المواقف متباينة. هذه المواقف المتباينة سوف تسبب في إطالة عمد المشاورات، وهذه الإطالة ليست في صالح الوضع السياسي الراهن. الآن البلاد الآن تشهد بكل صدق تدهور أمني سياسي اقتصادي مريع جدا، وأصبحت الخدمات الأساسية متدهورة، وأصبح المواطن الآن يتحسس يعني أمنه، يتحسس معاشه ولا يجده، فكل يعني كل ما أطالت الفترة المشاورات أو كل ما أطالت الزمن وقت فترة الوصول إلى حلول سياسية سوف تشهد البلاد المزيد من التدهور. أنا في تقديري ما يعني ما كامل التقدير للجهد الأممي، كان المتوقع أن تكون هنالك مبادرة تخضع للنقاش من قبل كل الأطراف، ولكن المشاورات بحاجة إلى مزيد من الوقت، وهذا لن يكون في صالح الوضع السياسي الراهن الذي لا ينتظر نهاية المشاورات مع قوى متباينة جدا في مواقفها. سيد نور الدين، هو نحن لم نصل أو لم نرتقي لمرحلة مبادرة بنقاط يقترحها الجانب الأممي، لأنه الجانب الأممي كان صريح، قال أنا في السودان لا لفرض أمر واقع وإنما لجمع الفرقاء وللتفاوض، ولكن هناك جانب كبير لم يعني يبين نيته حتى في الجلوس، حتى في لقاء المبعوث الأممي. مما وردنا حتى الآن فقط المكون العسكري من اتفق معه ووافقه على فكرة التشاور هذا، وبالتالي هل يمكن أن يكون هناك تفاعل مع الجهة الأممية؟ حقيقة، وقبل أن نتحدث عن التحديات التي تواجه هذه المبادرة الأممية، نريد أن نثبت مسألة واحدة مع يعني مع ترحيبنا وتثميننا لأي دور يعني يدعم السودانيين هذا التفاعل الذي يمكن أن يكون مستقبليا مع هذه المبادرة، لا يعني إلغاء دور المقاومة، لا يعني إلغاء التحركات في الشارع. نحن سوف نعمل على مستويين متوازيين في سبيل البحث عن خرج آمل للأزمة التي يعيشها السودان. إذن سلاح المقاومة، سلاح المواكب، العصيان والإضراب المدني، كلها أسلحة ستظل مستمرة وسنظل متمسكين بها. عودة إلى التحديات التي تواجه هذه المبادرة، أعتقد أن كثير من السودانيين يعني ينظرون بعين من الريبة لهذه المبادرة، خصوصا أن السيد فولكر في وقت سابق أكد يعني دعم اتفاق 21 من نوفمبر، وهو اتفاق يعني وقع في بين رئيس السلطة الانقلابية وبين رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، وهذا الاتفاق كانت عملية شرعنة لانقلاب رفضه السودانيون منذ اليوم الأول ومنذ الساعات الأولى لهذا الانقلاب. لذلك يجب على السيد فولكر أن يبذل المزيد من الجهود حتى ينال ثقة أكبر على مستوى الشارع.
المسألة الثانية في سبيل كيف ينال ثقة الشارع كيف سيد نور الدين؟ فقط لأتوقف معك بخصوص هذه النقطة، لأنه تبعت كذلك وقرأت ردود فعل السودانيين، هم متخوفون عموما من تدويل الموضوع ولأنه مدول، لكن يتخوفون من إيصال الملف، لأنه فولكر بعد زيارته هذا ستكون له جلسة أمام مجلس الأمن، سيقدم إفادة، وبعد أسبوع هناك كذلك اجتماع لأصدقاء السودان. السودانيون لا يودون التوجه نحو هذا الطريق، لماذا؟ لو كان السيد فولكرز طرح هذه المبادرة منذ وقت مبكر لربما قلنا أن هذه خطوة يعني إيجابية للغاية. تضاءل النظرة الإيجابية لهذه المبادرة أنه تعاطى مع اتفاق 21 من نوفمبر بشكل داعم له، وهذا الدعم كان على حساب السودانيين باعتبار أنه يعني شرعنا أو أعطى الانقلاب نوعا من المشروعية وربما أمد في عمر هذا الانقلاب. هذه هي النقطة التي وددت الإشارة إليها. المسألة الثانية، كيف يستطيع السودانيون الانخراط في هذه المبادرة؟ لا يمكن أن ينخرط السودانيون في أي مبادرة ما لم تكن النتائج الموثوق في أنها تأتي وفق تدابير هذه المبادرة، ما لم يتأكدوا أنها ستنقل السودانيين إلى حكم مدني ديمقراطي بشكل كامل، لأن ما يحدث على مستوى الشارع يقول بشكل واضح لا لعسكرة الدولة، يجب على القوات النظامية ألا تكون شريكة في العملية السياسية، وجود قادة المكون العسكري الذين هم يمثلون السلطة الانقلابية الآن، هؤلاء أشخاص لا رغبة للسودانيين في وجودهم في المشهد. وبالتالي وقبل أن نقول النقطة التالية، أحب أن أؤكد أن السودانيين طبعا يفرقون ما بين القوات النظامية، مؤسسات الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة باعتبارها مؤسسات مملوكة للشعب السوداني، وبالتالي نفرق ما بين هذه المؤسسات وما بين هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون السلطة الانقلابية. وحقيقة السيد فولكرز اليوم عندما سئل عن مسألة مشاركة العسكريين، هو أجاب إجابة تعميمية، لم يشر بشكل واضح وصريح إلى من يعني بالعسكريين، هل هم قادة المكون العسكري الذين يمثلون السلطة الانقلابية أم مؤسسات الشعب السوداني ممثلة في قوات الجيش والشرطة والمخابرات العامة. لماذا لا تعتبر مكون واحد سيد باختصار شديد حتى أمرر الكلمة لضيف السيد طاهر؟ أنتم كحرية وتغيير تفارقون بين المؤسسات وبين الأسماء؟ بالتأكيد لا يمكن للسودانيين ولا للقوات المسلحة، ولا أعتقد أنه ينبغي للأسرة الدولية أن ترهن مستقبل السودان لعدد من الأفراد، فردين أو خمسة أفراد، ولذلك يجب علينا التفريق. هناك مسألة الثقة وهي عامل مهم جدا للغاية. الثقة في قادة السلطة الانقلابية هي لم تتضاءل، هي انهارت تماما. في 8 رمضان من العام 2019 هم ارتكبوا جريمة، جددوا ارتكاب هذه الجريمة بشكل أكثر بشاعة في مجزرة القيادة، وهم يكررون ذات الفعل في انقلاب 25 من أكتوبر. حتى نعدل يا أستاذ نور الدين في تقسيم الوقت. سيد طاهر، إن كان لك تعليق أولا، لأن ضيفي السيد نور الدين وهو قيادي في الحرية والتغيير أتى على نقاط عدة. هو يقول باختصار بأنه ليس هناك ثقة بأن الجهة الأممية كما قال واقتبس شرعنت لما أسماه انقلاب، وبالتالي ليس هناك جلوس مع من شرعنا لشيء نحن نرفضه أساسا، أسماء نرفضها أساسا. للأسف موقف حديث الأخ نور الدين هو موقف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، ولذلك عندما قلت في بداية حديثي أن المواقف المتباينة ما بين القوى السياسية قد تؤدي إلى فشل أو إطالة عمر هذه المشاورات،
ومما يعني ينعكس سلبا على الوضع السياسي في السودان. حديث الأخ نور الدين هو الموقف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، الموقف الرافض لمشاركة العسكريين، الموقف الرافض حتى لمشاركة قوى سياسية من قوى الثورة واللي قوى الميثاق الوطني، وكذلك الموقف الرافض للقوى السياسية أخرى أيضا يشملها بالتأكيد حديث المبعوث الأممي وستشملها المبادرة. هذه القوى المجلس المركزي تريد أن يعني تنفرد هي بالمرحلة الانتقالية، موقف واضح جدا عبر عنها نور الدين بشكل واضح، لا تريد مشاركة إلا مع نفسها فقط، المجلس المركزي أحزاب المجلس المركزي فقط هي المسؤولة، هي القوى المدنية كما توحي للشارع السوداني، وأحزاب المجلس المركزي فقط هي السلطة المدنية كما توحي للشارع. للأسف هذا هو طاهر، لكن الحرية والتغيير والمبادرة سوف تصطدم المبادرة. نعم. هذا هو سؤالي بخصوص هذه المبادرة، لأن الحرية والتغيير المجلس المركزي كما هو تقسم بعد الوثيقة الدستورية، فمكون مهم جدا، المهنيين مكون مهم جدا، هل يمكن الجهة الأممية أن تفعل شيء حقيقي دون حضور هذه المكونات؟ بالتأكيد قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي من المكونات المهمة، التجمع المهني من المكونات المهمة، ولكن هذا لا يعني أن المكونات الأخرى ليست مهمة، وهذا لا يعطي لهذه القوى إقصاء القوى الأخرى. يعني الأزمة الآن ليست في أنه الانتقال السلطة للمدنية، ولكن آليات الانتقال، آليات الانتقال يجب أن تتم بمشاركة كل السودانيين في إدارة الفترة الانتقالية، حتى تحدث هناك عدالة، في حتى عندما نتحدث عن الانتخابات، الانتخابات بحاجة إلى مرحلة عادلة، أجهزة الدولة عادلة تقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، ولكن عندما تنفرد 3-4 أحزاب بتشكيل المفوضيات، بتشكيل المحكمة الدستورية، وبتشكيل المجلس التشريعي، كيف يسغ المواطن أو كيف تسغ القوى السياسية الأخرى في عدالة الانتخابات؟ عندما يتحدث الأخ نور الدين عن انتقال السلطة للمدنيين، يجب أن يفكر في العاليات العادلة التي تحقق هذا الانتقال، وليس ومن الخطأ جدا التمترس في مرحلة ما قبل 25 أكتوبر واللي هي مرحلة المحاصصات الحزبية في قطار ضيق جدا حتى لم تشمل كل الأحزاب السياسية. سيد نور الدين، نعم. لماذا لا تفكرون في كل ما تفضل به من نقاط وليست هناك ربما ربحا للوقت، لن أعيد ذكرها، سمعت لها، أنتم تعطلون ولا تبنون، فلماذا؟ بالعكس، نحن كنا الطرف الأحرص على استمرار الشراكة التي قادت بها الوثيقة الدستورية في العام 2019. ظللنا نتحمل الكثير من الأفعال السيئة والسالبة التي يقوم بها الطرف الآخر، قادة السلطة الانقلابية. طبعا قادة السلطة الانقلابية كانوا يريدون إحداث الانقلاب الذي قاموا به بشكل ناعم، وعندما فشلوا في ذلك لم يكن أمامهم سوى يعني القيام بانقلاب صريحة. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، حقيقة نحن لا ندعي تمثيل الشارع المدني في السودان، وحقيقة ليس كل المدنيين، حتى نكون يعني واضحين، ليس كل المدنيين على يعني كلمة سواء. هناك بعض المدنيين للأسف وبعض القوى السياسية للأسف اختاروا التحالف مع السلطة الانقلابية، وهؤلاء يعني بموجب هذا الموقف لا سبيل في الجلوس معهم. على صعيد آخر، أستاذ نور الدين سيقول لك بعضهم لنتفاعل فقط لو سمحت لي حتى لا يكون استرسال في فكرة، لنتفاعل مع بعضنا البعض، سيقول لك بعض السودانيين بأنه في النهاية من انشق عنكم واتفق مع المكون العسكري هو يعمل، هو يبني، هو يحاول إيجاد حلول، فيما أنتم تعرقلون ولا تقدمون شيء جديد ولا حتى آلية أو استراتيجية لتقديمها فعليا للخروج من هذا المأزق.
وحقيقة هم بتحالفهم مع السلطة الانقلابية قطعوا عمليات البناء التي كانت تنتظم في البلاد. يعني عندما نتحدث عن تحول مدني ديمقراطي، يعني قوانين مثل قانون المفوضية الانتخابات، قانون صناعة الدستور تم إجازتها من مجلس الوزراء، تجدونها الآن في الموقع الرسمي لوزارة العدل. كان يفترض أن يقوم مجلس السيادة بالاجتماع المشترك بإجازة هذه المفوضيات لننتقل نحو مرحلة الانتخابات. إذن السلطة الانقلابية وحلفاؤها من القوى السياسية قاموا بقطع هذا الطريق. حتى عمليات الإصلاح الاقتصادي، السودان يعني خسر الكثير جدا مما كان يتوقعه من مساعدات، وحتى عمليات يعني جدولة الديون وعمليات إعفاء الديون على السودان تم يعني وقفها، ولا أعتقد أنه يمكن أن يتم استئنافها. كل الخسائر المترتبة على هذا الانقلاب يعني سياسيا اقتصاديا واجتماعيا يتحملها الأطراف المدنية التي تحالفت مع السلطة الانقلابية. طيب عموما كما ذكرت لك يوجد مدنيون سيئون، يوجد مدنيون صالحون، وفي المؤسسة العسكرية يوجد نعم. منذ قليل حدثني عن أزمة ثقة، لنبقى في دور الجهة الأممية وأفهم لماذا أزمة الثقة هذه وكيف ستحل. كيف تحل أزمة ثقة؟ أنتم متشبثون بأن الأساس غلط، بأنه ما حدث انقلاب، وبأنه المكون العسكري لا يجب بتاتا أن يكون موجود في الصورة. طيب ما الحل؟ كيف تحل أزمة الثقة هذه؟ أزمة الثقة نحن لا نعممها على قواتنا النظامية، شرطة وجيشا وجهاز مخابرات. نحن نحدد من نعني بالذين لا نثق فيهم. من لا نثق فيهم هم قادة المكون العسكري، هم قادة السلطة الانقلابية، سلطة الأمر الواقع الآن في السودان. وحقيقة ليس فقط يعني ما جرى في 25 أكتوبر، يعني الآن في السودان يعني عمليات قمع المظاهرات، يعني نحن نتابع واضح سيد يعني شاشة لو سمحت لي، لأن حضرتك تعيد نفس هذه الفكرة وهي واضحة. سؤالي واضح، كيف تحل أزمة الثقة؟ فهمنا بأنكم تفرقون بين المؤسسات والأشخاص، مشكلتكم مع الأشخاص، كيف ستحل هذه الأزمة؟ على هؤلاء الأشخاص الرحيل. طيب سيد الطاهر، هل يمكن لهؤلاء الرحيل، هل يمكن الدفع بمسار سياسي من دون حضورهم؟ أولاً ما يسمى يعني الأشخاص لا يمثلون أنفسهم. هؤلاء الأشخاص يمثلون المؤسسات العسكرية وقوى الحرية والتغيير عندما جلست معهم ووقعت معهم على الميثاق التي يتحدث عنها، كان يعلم تماماً أن هؤلاء الأشخاص لم يأتوا من الشارع ولم يتنزلوا من السماء، بل هم يمثلون القوات المسلحة وغيرها من أجهزة الدولة. ولذلك عزلي أو الإيحاء بعزل القيادة العسكرية من المؤسسات العسكرية يعني لا يمر على يعني فطنة الشعب السوداني أو حتى المؤسسات العسكرية. هؤلاء يمثلون القوات المسلحة، يجب أن يتفاوض معهم كما تفاوض معهم من قبل عندما تم التفاوض. سيد طاهر، ضيفي يقول لك بأنه نحن ليست مشكلتنا مع القوات المسلحة كمؤسسة، نحن مشكلتنا الأساسية مع أشخاص وعدوا كما قال هو وأخلفوا. الجهة الأممية كيف يمكن أن تفصل في هكذا موضوع جدا حساس وفيه تفاصيل عديدة؟ الآن في يوجد نعم، عندما فاوضت قوى الحرية والتغيير البرهان وحمايتي لإجازة للشراكة كان عقب فضل الاعتصام بكل مآسيه. يعني هم تفاوضوا مع يعني مع اشخاص او يمثلون القوات المؤسسات العسكريه متهمه بفضل الاعتصام. والان ايضا عندما يعني يتحدث عن انهم لا يمثلون، هل ينبغي علينا تجيب المجرب مره اخرى؟ أنفسهم، هذا حديث غير صحيح. ولذلك الان يوجد وسيط سالك ضيفي هو صاحب المبادره، هل يجب ان نجرب من جديد؟ لا، هو صاحب المبادره. نعم سيد نور الدين، نعم يقول لك سيد نور الدين علق على كلام حضرتك وقال لك هل مآلنا، نعم، هل مستقبلنا أن نجرب، نعم، في كل مرة مللنا من التجربة نريد أن نبني شيء هكذا. سيد نور الدين جربته أكثر من مرة.
الان المبادره لا تتحدث عن تجريب هؤلاء او غيرهم. المبعوث الاممي كلامه واضح انه لا يحمل مبادره ولا يحمل مشروع ولا يحمل افكار، بل نتشاور. هم الان حتى مبدا التشاور بالنسبه لهم مرفوض حسب حديثه، بانهم لن يجلسوا مع الذين تحالفوا مع الانقلابيين، حتى مع رفاقهم في قوى الحريه والتغيير الذين يشكلون التحالف السلطه الجديده، ايضا هم لهم راي في 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 الجلوس معهم. يعني هذه المواقف المتعنته قد تطيل يعني عمر المشاورات وقد تفشل المشاورات، وذلك من الضروري جدا أن ينتبه المجلس السيادي إلى الفراغ الحاصل الآن في الجهاز التنفيذي وفي أجهزة الدولة في مؤسسات الدولة الأخرى. يجب ملء هذا الفراغ ثم تمضي المسارات سواء كانت تفاوضية أو غيرها مع المعارضين وغيره، ولكن المهم جدا في المرحلة في هذه المرحلة ما يهم الشعب السوداني، السواد الأعظم من الشعب السوداني المتأثر في تعليمه في صحته في مصادر رزقه هو الفراغ الدستور الحاصل والفراغ في أجهزة الدولة التنفيذية. يجب على المجلس السيادي الإسراع في تشكيل الحكومة قبل الدخول في معمعة مشاورات ومفاوضات وإطالة لزمن قد لا تؤدي إلى عواقب وخيمة في مع حالة السيولة الأمنية الراهنة التي تشهدها البلاد. واضح. تعليقك في دقيقة سيد نور الدين. حقيقة مبادرة السيد فولكر نحن طبعا يعني لا يعني نرحب بها بشكل حذر، وإلى حين صدور يعني القرار مؤسسات قوى الحرية والتغيير بشكل رسمي نقول أنه ينبغي أن على القوى السياسية وهذا ما تفعله الآن العمل على مزيد من التوحد وتمتين القوى المدنية المناهضة للانقلاب. أعتقد أنها في ذلك قطعت شوطا مقدرا لها الان، يوجد في صفوف يعني الصف المدني الان اعتقد انه موحد اكثر من اي لحظه مضت. موقفنا من السلطه الانقلابيه واضح، رؤيتنا السياسيه تجاهها هي طبعا اسقاطها بشكل كامل والبناء على ما تم في الفتره الماضيه عبر استكمال الفتره الانتقاليه. تبقى علينا تفاصيل ما بعد اسقاط السلطه الانقلابيه، كيف نتوافق عليه، ما هي السلطة التنفيذية التي ستستلم أمر البلاد، ما هي الواجبات التي ستقوم بها. أعتقد هذه التفاصيل سوف نعمل على التوافق عليها في أقرب وقت ممكن، وسنبقى دائما في متابعة هذا الملف. وشكركم جزيل الشكر. من الخرطوم نور الدين صلاح الدين، عضو المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير، ومن الخرطوم أيضا رئيس تحرير صحيفة اليوم التالي طاهر ساتي، شكرا جزيلا.